دعم ومؤازره لرجاله النادي الاهلي عن الموسم الكبير جدا اللي هم حققوا فيه انجازات كبيره جدا. شعور كابتن محمود حس ان هو عايش اللحظات دي كتير جدا وعارف اللعيبه تعبت قد ايه، والكلمه دي مش اي حد يقولها. صحيح. وتوقيتها انا بالنسبه له فوجئت ان الكابتن نزل الملعب. ايوه. الكابتن كان ممكن يتكلم الكلام ده لما يخشوا غرفه الملابس وياخدوا دش ويهدوا كده، لكن هو عايز في الملعب. ولسه مباراه يعني خلصت حالا، هو عايز يفكر اللعيبه دي، عايز يفكر اللعيبه دي بكل حاجه اللي احنا اتكلمنا فيها حصلت حلوه في الفتره دي. ايوه. اولا فكرهم ببطولاتهم، فكرهم في النادي الاهلي، شكرهم واحد واحد، ودي صحيح. حاجه ترفع الروح المعنويه في السماء، تخلي كل اللعيبه كانه واخد بطوله. بالظبط، يعني انت بتتكلم كده وخسران بطوله من كام سنه. أيوه. هو الكابتن كمان قال كلمه كده، قال فين يعني النادي الاهلي بعد كل وقت كبير ما يخسر بطوله، وده مزروح. الحمد لله احنا عارفين متعودين عليه، لكن انت بتقبل، انت بتقبلوش. صحيح. ما بتقبلوش ايمن عشان الثقافه اللي بيتكلم بيها كابتن محمود دي واصله لك، واصله كابتن شريف واسامه وعلاء واللي قبله واللي قبله، نفس الكلام كان بيقوله كابتن صالح، نفس الكلام كابتن حسن حمدي، كابتن محمود طاهر. دي ثقافه النادي الاهلي اللي الناس مش عارفه هو النادي الاهلي وصل كده ليه. هم دي بعيده شويه عنهم، هي دي الثقافه. ثقافه فريق واخد كم بطولات في 7 شهور مش طبيعي، وحاله حزن غريبه جدا، هو خسر بطوله النهارده، بطوله دوري من كام سنه. لكن الكلام بقى ده بالظبط، انا لو انا عارف شعور اللعيبه دلوقتي ايه، شعور اللعيبه دلوقتي اكنها اخذت بطوله الدوري النهارده بعد كام كابتن الخطيب ده بيعمل، عارف انت، بيعمل دوافع جديده، بيشيل عنك كل الزعل والضيق اللي انت فيه النهارده، وعايز يعمل حفله للناس دي يشكرهم، وده فعلا حقهم، واحنا كنا في الموضوع ده في الاستوديو. كلمه جايه من عشان كده بقول لك مش اي حد يقولها، جايه من نجم كبير قوي عاش طول عمره في الملعب، فهو عارف هو بيتكلم باحساس لعيب الكوره. كابتن خطيب النهارده بيتكلم مش رئيس نادي، هو بيتكلم باحساس لعيب الكوره، اللي لو اي حد فينا اتكلم هيقول شويه من الكلام ده عشان حاسينه. فهو بيتكلم بالاحساس ده، بعيد ان هو رئيس نادي، بعيد عن هو كابتن محمود الخطيب، بعيد عن حاجه خالص، هو بيتكلم باحساس كابتن محمود الخطيب اللي عاش في النادي الاهلي وتربى في النادي الاهلي واخد بطولات في النادي الاهلي، فعارف انا امتى اتكلم مع اللعيبه. صح. امتى التوقيت يا ايمن مهم جدا. هو حس بالظبط اللعيبه محتاجه ايه التوقيت ده. ما هو انا بقول لك التوقيت مهم جدا. هو كان ممكن يستنى لحد ما لا 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 لا، ده انا هكلمك في الملعب وجماهيرك بتعمل بتندع عليك وابطال افريقيا وكده عشان تبقى الامور خلاص واضحه، عشان لو في حاجه تتشال بسرعه. صح. هو عايز يطلع لعيبه الملعب فخوره بنفسها، هو بيقول له انت لازم تبقى فخور بنفسك، انت جوه النادي الاهلي، الكلمه دي تضيع عنك اي تعب واي حزن واي زعل، انت منتمي للنادي ده، انت جوه النادي الاهلي، انت لعيب في النادي الاهلي. اللي يعرف لعيب النادي الاهلي دي ايمن، هم اللعيبه دي كلها تحسها ان شاء الله بعد عمر طويل. صح. بعد عمر طويل كده لما يبقى فخور ان هو في يوم من الايام كان منتمي للنادي ده. صح. احنا بنحسها عشان احنا بعدنا عن الكوره وكده، فبنحس ايه ده يا جماعه، ده احنا كنا في مكان عظيم. هو كابتن بيتكلم من الحته دي، يطلعك من الملعب اللي حصل حصل. صحيح. وهو قال نفس الكلام، وده الحاجه اساعدتني انا. مظبوط. اللي قلناه كله في الاستوديو ان في اخطاء مننا. قال لك في بعض اخطاء مننا احنا، وده طبيعي جدا على فكره. ماتشات سهله في مصر. بالظبط، هو قالها كده يعني، وده كلام اللي احنا قلناه في الاستوديو. لكن هو الحلو كمان انك لما يحصل يعني فشل او حاجه تخسر بطوله تعرف كمان اسبابها ايه. يعني في اسباب انت عملتها وفي اسباب بعيده عنك. بعيد عنك دي احنا كنا فيها كتير، وكان حتى لسه اسامه بيتكلم فيها، لكن اللي عندك انت ممكن تصلحها. صح. وبايدك على فكره وسهل جدا، لكن كلمه بجد غيرت اللي في دماغ اللعيبه. مزبوط. غيرت حالتهم. يعني يحسب لكابتن محمود ان هو ما استناش. صحيح. ممكن كان قال الكلمه دي مثلا بكره، او قالها مثلا وهم راجعين في او راحوا الاوتيل، او هم في الطياره، اي حاجه. لا 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 لا، هو صح. بيتكلم باحساس لعيب الكوره. لعيب الكوره. عشان كده انا متاكد ان الكلمه دي يا ايمن يعني طالعه من القلب، راحت لقلب اللعيبه دي كلها. مزبوط. والموضوع خلص. المره الثانيه اللعيبه دي تستاهل كل تقدير وكل احترام. صح. واكيد هم هيتكرموا الكلام الكريم كويس ان شاء الله. صحيح.